فقدان 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030 بسبب الاحتباس الحراري. إقبال كبير من الفتيات في المغرب على التجنيد. وتنقلات اللاعبين والمدربين تشغل صيف الدوري الإيطالي. اليوم مع فدوى الجلال وتيماء الخطيب. صباح الخير عليكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج اليوم، وصباح الورد فدوى. صباح النور يا تيماء، وصباح النور مشاهدينا. أكيد بتعرفي النافورة البروم، هي الشهيرة اللي بيلقوا فيها النقود. إيه طبعاً، هي تبعيت الأمنيات. هلأ طبعاً في خبر جديد، ضبطت الشرطة الإيطالية هولندي متلبس بسرقة العملات الفضية من داخل نافورة روما. السلطات الإيطالية فرضت غرامة مالية بقيمة 550 يورو على هذا الشاب اللي هو أصلاً كمان عمره 36 سنة بعد سرقته لهي العملات بنافورة روما. 550 يورو، يعني بلكي أكتر من الفلوس اللي هو لمهم من النافورة. طبعا السياح يتوافدون يوميا للتصوير أمام نافورة بيازا نافونا الشهيرة، وتقول الأسطورة بأن من يرمي قطعة من النقود المعدنية بيد اليمين من على كتف اليسار يرجع لروما مرة تانية، واللي يرميها مرتين يتزوج من يحب، واللي يرميها يفوز بقلب من يحب، واللي يرميها ثلاث مرات يتزوج قريبا. طب انت اي وحده بتختاري منها اذا رحتي؟ انا رحت والله رميت بلكي مره واحده. مره واحده. حتى عام 2006 كان يمكن لاي شخص انه ياخذ اللي بده اياه من هاي النقود اللي هي نقود الامنيات قبل ما تصدر سلطات المدينه قرار بهذا العام 2006 يقضي بانه اي قطعه نقديه هي ملك لخزينه المدينة بمجرد إلقائها بماء النافورة. والله أنا شايفة أنه مفروض الفلوس تمشي للناس اللي محتاجينها مش للدولة، إنه اللي محتاج ياخد منه وخلاص. عموما معنا اليوم مواضيع تانية، ومنها جمعية أهلية تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية للأمهات العازبات في المغرب. 50,000 طفل في المغرب يولدون خارج مؤسسة الزواج سنويا، ومحاولات مستمرة لدمجهم في المجتمع. وفي الصيف ومع ارتفاع حرارة الشمس يصاب الكثيرون بحروق الجلد. 5 طرق لحماية جلدك من الإصابة بحروق الشمس سوف تكون بفقرتنا الطبية. ولقاء خاص مع الفنانة نورة العايق. نورة حكت في اللقاء عن أعمالها الفنية واعترفت أنها لا تضيع حقها أبدا. كثير حبته، كنا متوقعين هذا الشيء لأنه النص محبوك بطريقة أنه كل يوم تقول شو بده يصير بكرة شو بده يصير بكرة. كازوتشي للأزياء، طبعا عند كازوتشي بتلاقوا أحلى وأرقى الألبسة. أكيد أي شخص بيجي من طريقي إلى حسم، هلأ رح تشوفوا حبيبي جوجو بأحلى طلة. يلا لازم لكم باي، بحبكم. ونبدأ مشاهدينا الحلقة من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خاصة خلال أشهر هذا الصيف، وبحسب الخبراء فإن هذا الارتفاع هو نتيجة للتغيرات المناخية، كما يحذرون من خطورة الاحتباس الحراري على البيئة. منظمة العمل الدولية أيضا حذرت من خسائر ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت أن العالم سيخسر 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وهذا في حالة ارتفاع معدل درجات الحرارة ب1.5 درجة مئوية سنويا فقط. الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى خسائر عالمية في الإنتاجية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل في العام 2030. تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمقدار درجة ونصف الدرجة المئوية بحلول نهاية هذا القرن، إلى أنه في العام 2030 سيضيع نحو 2% من إجمالي ساعات العمل في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهي خسائر تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل، وهذا يعادل خسائر اقتصادية عالمية قدرها 2,400,000,000,000 دولار أمريكي. الزراعة هي الأكثر معاناة من الاحتباس الحراري، فهناك 940 مليون شخص في العالم يعملون في هذا القطاع، ويتوقع أن تبلغ خسائره 60% من إجمالي ساعات العمل التي سيخسرها العالم بسبب الحر الشديد بحلول العام 2030.
كما سيتأثر قطاع البناء بشدة ويخسر بحدود 19% من ساعات العمل العالمية في التاريخ المذكور. وسيتوزع الضرر بشكل غير متساوي على بلدان العالم، والمناطق التي يتوقع أن تخسر معظم ساعات العمل هي جنوب آسيا وغرب أفريقيا، حيث يتوقع أن تخسر قرابة 5% من ساعات العمل في العام 2030، أي نحو 43 مليونا و9 ملايين وظيفة على التوالي. الحكومات والمنظمات الدولية يقع على عاتقها عمل كبير لتصميم وتمويل وتنفيذ سياسات لمعالجة مخاطر الإجهاد الحراري، وهذا يشمل البنية التحتية الملائمة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر بموجات الحر وتحسين تنفيذ معايير العمل الدولية مثل معايير السلامة والصحة المهنية للمساعدة في تصميم سياسات تعالج الاحتباس الحراري. وينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر الدكتور حليم الحمزاوي، مسؤول الصحة والسلامة المهنية لدول شمال أفريقيا في منظمة العمل الدولية. صباح الخير. يعني كما شاهدنا في التقرير، خسارة 80 مليون وظيفة بسبب الاحتباس الحراري. نريد أن نفهم منك أكثر، ما هي علاقة الاحتباس الحراري بخسائر الوظيفة؟ ماذا سوف يحدث؟ صباح الخير، صباح الود. ظاهرة الاحتباس الحراري هي ظاهرة قاعدة تتفشى من سنوات، منذ عشرات السنين، وهذا رغم عديد التحذيرات اللي أصدرتها المنظمات الدولية. الخسائر الوظيفية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري هي أولا خسائر وظيفية في القطاعات الزراعية، سواء بسبب الجفاف أو بسبب كذلك الفيضانات. ونحن نشهد في العالم أنه منذ سنة 1960 عدد الفيضانات والكوارث الطبيعية ضعف بثلاث مرات في تقريبا 50 ولا 60 سنة هذه. كذلك الخسائر الأخرى كذلك تهم البنية التحتية، سواء بسبب تدميرها عن طريق الفيضانات أو كذلك عن طريق الكوارث الطبيعية الأخرى مثل الأعاصير. هذا كذلك يتسبب في تعطيل الدورة الاقتصادية وفقدان. طيب دكتور حليم، يعني في ظل كل هذه المخاوف، الخبراء يؤكدون أن الحكومات يجب أن تتحرك لتطبيق سياسات تعالج مخاطر التغير المناخي وأيضا لحماية العمال. هل هناك أي بوادر لهذه الإجراءات وخاصة في منطقتنا العربية؟ هو في يعني اولا التعامل مع التغيرات المناخيه هو يستوجب مجهود دولي لا يهم منطقه فقط بل يهم كل الدول، لانه كما نعرف الظواهر المناخيه هي ظواهر كونيه عالميه. هناك عديد البوادر على المستوى العالمي اللي تم البدء فيها او هي في إطار الإنجاز للتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، للتخفيف من التلوث، التخفيف من إصدارات غازات الكربون، لكن هذه المجهودات تبقى منقوصة لعدة عوامل، منها عوامل اقتصادية لكن كذلك عديد العوامل السياسية. نعم، هذا مثل ما ذكرت بالنسبة لمواجهة هذه المشكلة. ماذا إذن عن الاستعدادات لمواجهة الموجة الكبيرة من البطالة؟ بالنسبة لمواجهة موجة البطالة، هو كان في تفكير في إطار مئوية منظمة العمل الدولية في مستقبل العمل في العالم. هذا التفكير أخذ كذلك بوجه النظر ظاهرة التغيرات المناخية، حتى يمكن أنه
نجد حلول طويلة الأمد للانعكاسات خصوصا على الوظائف. ما بين الحلول ربما خصوصا خلي ركز على القطاع الزراعي لأنه أكثر القطاعات تضررا من هذا الاحتباس الحراري. ما بين الحلول هو قطاع زراعي محترم للبيئة سواء عبر الزراعات البيولوجية أو ما يسمى الآن بالوظائف الخضراء واللي هي يمكن كذلك أنها تخلق وظائف مع احترام البيئة مع احترام مردودية القطاع الزراعي والتطور المناسب للبيئة في دول العالم. طيب دكتور، يعني من خلال القراءات المتعلقة بهذا الملف، التقارير تقول بأن النساء أكثر تضررا من نتائج الاحتباس الحراري من الرجال، لماذا برأيك هذا الموضوع؟ هو في يعني قابلية فيزيولوجية سواء بالنسبة للنساء أو بالنسبة للأطفال، أو بالنسبة للأشخاص في المسنين. هذا ناتج عن بعض القابليات الفيزيولوجية. نعرف اللي النساء فيزيولوجيا بفعل يعني العوامل الهرمونية خاصة هما أقل تقبلا لهذه التغيرات المناخية خصوصا الارتفاع في درجات الحرارة، وهذا ما يخلي أنه يأثر على الصحة سواء على المدى المتوسط أو على المدى الطويل. نعم. كذلك نعرف في عوامل أخرى اللي هي عوامل نجم نقوله اقتصادية صحية، حيث أن النساء بصفة عامة في العالم يعني إمكانية تمتعهم بالخدمات الصحية هي تبقى أقل كبير من الرجال، وذلك لأسباب اقتصادية لأسباب اجتماعية، وهذا يخلي أنه معالجة الأضرار الصحية الناتجة عن الاحتباس الحراري. ولو تحدثنا بالتحديد عن سوق العمل، هل النساء سيتضررن أكثر في سوق العمل بسبب هذه الأزمة؟ هو يعني صعب الآن التكهن بهذا، لكن إذا نشاهدوا القطاعات اللي هي مضرة أكثر، نحن حكينا على القطاع الزراعي، ونعرف القطاع الزراعي هو قطاع أغلبية اليد العاملة فيه هي يد عاملة نسائية، وخصوصا اليد العاملة الهشة اللي هي العامل الزراعي البسيط اللي هو في أكثر دول العالم خصوصا انتم ذكرتوا شرق آسيا وغرب أفريقيا. ففي هذه البلدان القطاع الزراعي يشغل تقريبا بين 70-80% من اليد العاملة النسائية، وهذا ما يخلي أنه الأضرار على اليد العاملة النسائية تكون أكبر. شكرا لك على هذه المداخلة الدكتور حليم الحمزاوي، مسؤول الصحة والسلامة المهنية لدول شمال أفريقيا في منظمة العمل الدولية، شكرا جزيلا لك. ونبقى مشاهدينا في الملف البيئي، حيث دشنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة عدة مشاريع لحماية البيئة والحفاظ على الثروة الزراعية. وللعام الثاني على التوالي يواصل المزارعون حماية أشجار الزيتون من خطر الآفات الزراعية ومن آثار المواد الكيماوية باستبدال المبيدات بمصائد آمنة للحشرات ومشروعات أخرى أيضا، نتابعها في تقرير وسام ياسين. للعام الثاني على التوالي يواصل المزارع أبو علي البطش حماية أشجار الزيتون في أرضه من خطر الآفات الزراعية ومن آثار المواد الكيماوية للمبيدات بمصائد آمنة للحشرات تعلق على أغصان الأشجار، وفرتها له اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن أحد مشاريعها الأخيرة في قطاع غزة. حصدنا الزيتون ما لقيتش إصابة في الحب، الطريقة آمنة جدا الحمد لله، وفرنا المبيدات اللي بتضر في الإنسان وبتضر كمان في المزارع وفي البيئة كلها، هذه ما رشناها شيء و
وانتظرنا لحياة نهاية الموسم والحمد لله ما لقيناش إصابة في السمر خالص. كان السمر ناصع نظيف 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 خالي من الإصابات. يعني أنا ما كنتش متصور النجاح في بالنسبة للحاجات هذه. 2300 مصيدة صديقة للبيئة وزعت على 500 دنم من أراضي المزارعين المحتاجين للدعم. وهذا ليس المشروع الوحيد في برامج لجنة الصليب الأحمر، إنما هنا سلسلة من المشاريع التي تستجيب لاحتياجات المزارعين وسبل تحسين العيش والبيئة في ذات الوقت. غالبا مساعدات اللجنة الدولية تستجيب للاحتياجات في الميدان، كما ذكرت هي مع الناس المتأثرين الأكثر تأثرا بالنزاع خاصة في المناطق الحدودية. برامج تحسين أو منح تحسين سبل العيش هي من ضمن البرامج، فهذه البرامج التي تعزز من صمود الناس، تحسن من مداخل أو الرزق، نوافذ الرزق لهؤلاء المتأثرين بالنزاع، ولكن أيضا تستجيب لحل مشاكل بيئية في قطاع غزة. هنا مشروع نوعي آخر يعنى بتوفير فرصة عمل للشباب وإعادة تدوير الأخشاب. قدمت فيه لجنة الصليب الأحمر أداة تحول ألواح الخشب إلى نشارة تباع لمربي الدواجن، ومن ثم تستخدم كسماد طبيعي للمزارعين. وأيضا مشروع آخر يخدم ذات الأهداف، حفر أحواض لتجميع مياه الأمطار وتزويدها بأسماك من شأنها تسميد تلك المياه لتصلح لسقاية المزروعات. تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي تؤمن مصدر دخل للمستفيدين من المحتاجين وتحافظ على حماية البيئة وخلق بدائل آمنة وموفرة، وبانتظار توسع هذه المشاريع. وسام ياسين، الحرة، غزة. وبعد الفاصل مشاهدين، أقبال كبير من الفتيات في المغرب على التجنيد الاختياري. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعود وإياكم إلى المغرب، حيث أو مع قرار بإعادة فرض التجنيد الإجباري على الشباب والاختياري للفتيات بعد سنوات طويلة من إيقافه. لكن المفاجأة كانت في إقبال عدد كبير من الفتيات على التجنيد، وسر هذا التهافت النسائي رح نعرف تفاصيله مع فدوى. بعد أن عاد التجنيد الإجباري إلى المغرب، كشفت الحكومة أن أعداد المسجلين في قوائم الخدمة العسكرية قد فاق التوقعات. فالقوائم تتضمن ما لا يقل عن 100,000 مواطن، منهم أكثر من 12,000 شابة، أرقام تؤكد أن النساء المغربيات يشكلن أكثر من 10% من مجموع المسجلين في قوائم الخدمة العسكرية، علما بأن التجنيد اختياري بالنسبة لهن. بفخر وفي أجواء فرح أسري تصف حسناء ذات 22 عاما لحظة تطوعها للخدمة العسكرية مباشرة بعد إعلان المغرب انطلاق عملية التسجيل، لتبادر حسناء وتكتشف أنها أول شابة في المغرب تتطوع رسميا لأداء الخدمة العسكرية. شفت أنني كتوفر فيها الطول، كتوفر فيها يعني جميع الشروط، الحمد لله. هذا الشيء اللي شجعني وقلت أنا ما شديتش لو باك، قلت غادي نمشي ندير باك ليبر وميم طون لي ديبلوم اللي عندي، وديك الساعات نقدر نلتحق بالصفوف العسكريه او الشرطه. يعني فاش بدات الفكره ديال الجن قلت انا خصني نمشي نسجل، يعني كانت هذا راه بالنسبه لي فرصه ما كتعوضش، لان هاد الشباب شويه سلبي، فهمتيني، في افكاره شحال من واحد يقول لك والله ما نمشي ليهم، والله انت راه ما مشيتي ليهم، ما مشيتي لك، هذه مساله وطنيه، هذه مساله ما تعرف هذه المساله، هذه البادره تخدم بادره طيبه على هاد الشباب. تمارس حسناء رياضة الملاكمة وتعمل موظفة تواصل في إحدى مستشفيات مراكش، وهي ضمن 134,000 مسجل سيتلقون مهارات ومهن وتداريب عسكرية ورواتب شهرية طوال عام مدة الخدمة. تمكين المتقدمين والمتقدمات إلى الخدمة العسكرية من تكوين مهني وتقني يؤهلهم إلى الولوج إلى سوق الشغل. ولهذا الحمد لله حقق هذا المشروع نجاحا معتبرا ودالا ينبغي التنويه به.
وفيما تهدف الخدمة العسكرية حسب السلطات إلى ترسيخ قيم الوطن وتحمل المسؤولية والتخفيف من آفات المجتمع السلبية كالانحراف والمخدرات وخلق فرص توظيف جديدة، يرى معارضون أنها أهداف قد تتحقق أيضا بإصلاح قطاعات هامة كالصحة والتعليم والقضاء. اللي بغاو مصلحه للشباب يديروا مدارس تصويب، يوفر لهم شغل، الخدامين ديالهم يخدموا الدراري كلهم، وتجي ده ماشي حل. الشباب هنايا في المغرب بغى الخدمه، بغى اللي يعاونوا، بغى اللي يوصلوا، كاين اللي عندهم شواهد، كاين اللي عندهم دبلومات، كاين اللي عندهم اجازه، ما خدامينش، مساكن ضايعين في هذه البلاد هذه. ويعود قانون الخدمة العسكرية بعد 11 سنة من إلغائه في المغرب إجباريا للذكور واختياريا للنساء، اللواتي بلغت نسبة المتطوعات منهن للخدمة العسكرية 12,000 شابة. بين روح المسؤولية وخدمة الوطن والدفاع عنه، وبين تحفظ معارضين على التجنيد كقانون وكقرار سياسي، هو تحول بحسب مراقبين سيمس تحول وسلوك المجتمع بذكوره وإناثه. فاطمة بوغنبور، الحرة، مراكش. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من الرباط النائبة البرلمانية بوثينة قروري، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي. صباح الخير سيدة بوثينة. في البداية، ما هي أسباب إعادة التجنيد الإجباري إلى المغرب، خاصة وأن المغرب ألغى هذا القانون قبل أكثر من 10 أعوام؟ هو موضوع ديال إعادة التجنيد الإجباري في المغرب بعد إلغائه منذ 2006 مواضيع التي أثارت نقاش ونقاش صحي في المغرب. من الأسباب هي إعادة إدكاء روح المواطنة لدى الشباب وتوفير لهم واحد فرص للبحث عن العمل وتمكينهم من مجموعة من الآليات في هذا السياق. واسمحي لي في إطار السياق والتعليق على ما جاء في الروبورتاج حول أن التجنيد الإجباري ليس الحل. لا يوجد أي شخص قال بأن التجنيد الإجباري هو الحل لجميع مشاكل الشباب. هو فرصة من بين الفرص الأخرى المتاحة للشباب لكي يتمكن من كسب مجموعة من المهارات، لأن الشباب بعد مرورهم مرحلة التجنيد الإجباري اللي هي 12 شهر اللي فيها 4 أشهر للتكوينات العامة والتدريب و8 أشهر لتكوينات متخصصة في مجالات التكوين المهني وغيرها من الدبلومات حسب الشواهد المحصل عليها من طرف الشباب، سيتمكنون من الحصول على شهادات معترف بها، وبالتالي ستسهل لهم إمكانية الولوج إلى سوق الشغل. وهذا لا يعني أن التجنيد الإجباري هو فقط هو الوحيد الحل، وإنما لا ينفي ضرورة تواجد حلول أخرى ومجموعة من السياسات العامة الأخرى التي ستكون داعمة لسياسة إعادة التجنيد الإجباري. إضافة إلى أن مجموعة من الدول هو خيار عالمي، مجموعة من الدول المتقدمة والديمقراطية تعتمد هذا الخيار ديال التجنيد الإجباري للشباب، نموذج السويد، اسكندنافيا، دول اسكندنافية كلها. نعم، ولكن أيضا هناك العديد من الدول التي لغت هذا القانون، وربما هذا كان يعني موقع التساؤل. ولكن لو ركزنا معك على تجنيد الفتيات، لماذا برأيك هناك إقبال كما شاهدنا أكثر من 10% من المجندين هن من النساء؟ لماذا هذا الإقبال بين نساء المغرب؟ هو أمر ليس غريب على المرأة المغربية. أنا لا أخفيك سرا أننا في لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة هذا القانون أثرنا تخوفات بخصوص تجنيد الشابات، لذلك جعلناه اختياريا للشابات ولمغاربة الخارج. لكن هذا الإقبال الكبير هو غير غريب على المرأة المغربية. المرأة المغربية منذ بداية الاستقلال وحتى قبل الفترة الاستعمارية كانت مناضلة إلى جانب الرجل في تحرير المغرب من ربقة الاستعمار، وفي المرحلة الاستقلال المرأة المغربية من أوائل النساء العربيات التي تولت القضاء استطاعت أن تقود الطيارة في بداية الستينات وغيرها. فالأمر غير غريب على المرأة المغربية، بالإضافة إلى أن المقتضيات الدستورية والقانونية والحقوقية في المغرب هي كلها متقدمة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتواجدها في مراكز اتخاذ القرار وتواجدها وتحملها مسؤوليتها إلى جانب أخيها الرجل في تحمل. هل برأيك بند تجنيد الفتيات هو له علاقة بقانون المساواة بين الجنسين؟ لأن المستند الأساسي للقانون ديال التجنيد الإجباري هو فصل 38 من الدستور الذي يتحدث
على المساواة بين النساء والرجال في تحمل المسؤوليات تجاه كل ما قد يقع في البلاد من ناحية حروب أو أي نوع من أنواع الكوارث لا قدر الله. بالإضافة إلى أن الدستور المغربي ينص على المساواة في الفصل 19 بين المرأة والرجل، ونعتبر بأن مبدأ المساواة وعدم التمييز هو مبادئ الدستورية الأساسية المؤطرة لعلاقة المرأة والرجل وعلاقتهم في سيدة بوسينة. يعني تجنيد الفتيات هذه المسألة أثارت أيضا الكثير من الجدل في المجتمع المغربي وأيضا على مواقع التواصل، لماذا كل هذا الجدل؟ هو جدل طبيعي وصحي بالنسبة لي، لأنه هناك عقليات تخاف على بناتها، لأن نحن نعلم الثقافة العربية والإسلامية تعتبر أن المرأة نوع من خصها نوع من العناية الخاصة، ولكن جميع الضمانات المرتبطة بتجنيد الفتيات سواء في أماكن خاصة لهم أو مسألة التكوين الخاص بالنساء كلها ضمانات تم أخذها من طرف إدارة الدفاع الوطني لكي يتم الحفاظ على حرمة النساء، ولكن في نفس الوقت يقومن بمسؤولية بجانب أخيها الرجل على قدم المساواة وتخضع تقريبا لنفس التكوينات العامة والتكوينات المتخصصة بعد ذلك. طيب هل برأيك الامتيازات التي سيحصل عليها المجند من تعويضات مالية وتأمين صحي ربما تكون هي السبب الرئيسي في تشجيع الشباب على التجنيد؟ لا أعتقد أن هناك امتيازات مالية كبيرة جدا، أعتقد أن الشباب أغلب الشباب الذين توجهوا بهذه الكثافة إلى مراكز الإحصاء للتجنيد رغبتهم وما يدفعهم هو الروح ديال المواطنة. هذا لا ينفي أن هذه التعويضات هي تعويضات بسيطة، لأن هي تتراوح ما بين 1025 درهم إلى 2000 درهم، فهي تعويضات بسيطة جدا وليست بمبلغ الكبير جدا. الامتيازات الصحية احنا في اللجنة حينما كنا نناقش القانون كنا نؤكد على أن لأن هذا المواطنين الذين سيذهبون للتجنيد الإجباري سيقومون بواجب تجاه الدولة، ولكن خص تحفظ لهم حقوقهم، ومن حقوقهم أنه إذا أصابهم أي مرض داخل أو في أثناء فترة التجنيد الإجباري يجب أن تحفظ لهم حقوقهم في التطبيب وفي الصحة إلى غير ذلك، وحتى إذا وقعت لهم حوادث فإنهم يستفيدون على قدم المساواة مما يستفيد منه العسكريون الدائمون والمجندون في الخدمة العسكرية. طيب مؤخرا كشف التقرير الصحفي أن الخدمة العسكرية الإجبارية باتت تثير مخاوف الجالية المغربية في الخارج وأيضا مخاوف الكثير من المعارضين الذين يتخوفون من تجنيدهم إجباريا بحجة تهربهم من الخدمة العسكرية، أو مثلا المغاربة في المهجر أثناء العطلة يتم أيضا يعني ندائهم للتجنيد الإجباري، ما رأيك في هذه المخاوف؟ لا، هذا الأمر أو هذه التخوفات لا أساس لها من الصحة، لأن حتى أمر ديال التجنيد الإجباري بالنسبة للمغاربة الخارج ترك اختياريا، هو الأمر الواضح في المرسوم المنظم والموضح لمقتضيات القانون ديال التجنيد الإجباري، بحيث حتى من تم إرساله لهم عن طريق الخطأ الدعوة إلى التجنيد تم التنبيه إلى أن الأمر متعلق بدرجة أساسية بمعلومات لم يتم تحيينها في قاعدة المعطيات، إما بعنوان بطاقة الوطنية الذي لا زال قديم، هم متخوفون تحديدا من المتواجدين بخارج المغرب لدى القنصليات، هم متخوفون تحديدا من العودة إلى المغرب للعطلة وهناك يتم استدعائهم للخدمة العسكرية إجباريا. ليس لا، أولا الآن تم حصر اللوائح ويتم الآن استدعاء من تم إحصاؤهم للقيام بالاختبارات الجسمية والصحية ليتم في الأخير الاقتصار على 10,000 مجند. هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، ولم يكن في يوم من الأيام هذا القانون الأساس منه هو استهداف المعارضين السياسيين، ولا أعتقد أن هناك معارض سياسي في المغرب يتراوح سنهم بين 19 و25 سنة، فهذا الأمر بعيد عن هذه التخوفات التي ليس لها أساس من الصحة. استهداف المعارضين لن يكون عن طريق التجنيد الإجباري. هناك الكثير من المعارضين الشباب الذين يكتبون على مواقع التواصل مدة التجنيد هي 12 سنة، وفي هذا الأمر هذا يتساوى الشخص الذي يعبر عن رأي سياسي يعارض السياسات العمومية أو غيرها، ومن ليس له رأي سياسي أو له رأي سياسي مؤيد، هذا أمر يتساوى فيه جميع المواطنين، وليس ولا أعتقد أن هناك حسابات في هذا الجانب، لأن دائما الدفاع الوطني هو فوق هذه الحسابات السياسية الصغيرة، ولا يمكن أن يتم استهداف الشباب واستهداف المعارضين
الواردين بين قوسين اذا اردنا ان نقول عن طريق قوانين اللي عندها دلالتها الكبرى وعندها فلسفتها في اذكاء روح المواطنه لدى الشباب. شكرا جزيلا لك النائبه البرلمانيه بثينة قروري، عضو لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان في البرلمان المغربي، كنت معنا من الرباط. ومن المغرب مشاهدينا نتجه وإياكم إلى مصر، والتي ارتفعت فيها أسعار الوقود بشكل كبير، ما دفع كثيرين للبحث عن بدائل تخفف من وطأة هذه الزيادات بوسائل مختلفة، من بينها الانضمام للمجموعات التي تهدف إلى مشاركة السيارات الخاصة بمقابل بسيط وترشيد استهلاك الوقود أو الاتجاه لوسائل غير تقليدية. في خطوات بسيطة يبحث محمد عن رفيق في طريقه المعتاد إلى عمله. من خلال صفحة معاك في السكة يتشارك سيارته مع من لهم نفس وجهته، وسيلة ربما تخفف من حدة غلاء أسعار الوقود على محمد والمواصلات على رفيقه. بعد غلاء البنزين اللي احنا بقينا فيه، فالواحد طبعا بيحاول يوفر كل حاجة معاه في سبيل ان هو يقدر يقضي بقية الشهر بتاعه. فأنا طبعا نزل مشواري، قابلت حد مثلا نازل نفس المشوار او اقرب منه شويه، فطبعا انا باخده في طريقي. وجود فكره زي دي على الجروب ده بتسهل كتير قوي في الوقت والفلوس، بمعنى ان انا مثلا نازل مشوار مش هخسر حاجه لما الاقي مثلا اسال اذا كان في حد رايح نفس المكان اللي انا رايحه في نفس التوقيت ولا لا. لو موجود وفر عليا الوقت وفر عليا الفلوس. احمد هو مؤسس مبادره معاك في السكه، يعمل كحلقه وصل بلا مقابل بين اصحاب المشاوير اليوميه الى نفس المكان لمشاركه سيارتهم، وايضا من لا يملك سياره يجد توصيله في احدى هذه السيارات. مبادره لاقت اقبالا كبيرا خاصه بعد الزياده الاخيره في اسعار الوقود. مع اخر زياده للبنزين تقريبا من ساعه ما طلع الاشاعه ان البنزين هيزيد، الجروب بقى فيه حركه اكتر، بقى فيه بوستات اكتر، بقى فيه ناس بتتلاقى اكتر مع بعض. احنا عندنا بوست عاملينه بالمشاوير اليوميه لمشوار يومي بيركب مع حد كل يوم، البوست ده بقى عليه تفاعل اكتر، فيه ناس فعلا اتلاقت. الاقبال على فكره مشاركه السيارات الخاصه ليست البديل الوحيد، فالبعض فكر في وسائل غير تقليديه خصوصا في القاهره وزحامها للابتعاد عن غلاء اسعار الوقود والمواصلات. فنادى لا تلقي بالا لزياده اسعار المواصلات كغيرها. اتجهت الشابه منذ نحو عام الى استخدام الدراجه في كل تنقلاتها. العجله ما لهاش مصاريف كبيره قوي اقدر اقول ان هي بتكلفني كوست كبير قوي في الشهر، لا بالعكس، انا العجله ممكن اعمل لها صيانه شهريه ما تاخدش مني 30 40 جنيه كمان على بعضها يعني. انما في المواصلات انا في اليوم ممكن اصرف 30 40 جنيه ده كل يوم في المواصلات العامه يعني. هي العجله بتوفر وقت وبتوفر فلوس وبتوفر بصراحه كل حاجه. تاني حاجه يعني مجهود كويس جدا يقدر ان هو يخلي صحتي كويسه ويعني جسم رياضي وشكل منسق يعني كويس. ورفعت مصر أسعار الوقود هذا العام للمرة الخامسة منذ عام 2014، فارتفع سعر بنزين 92 الأكثر استخداما في السيارات الخاصة من جنيه و85 قرشا عام 2014 إلى 8 جنيهات عام 2019. هشام مناع، الحرة، القاهرة. حبيت في التقرير البنت اللي استبدلت يعني السيارة بالدراجة، مش بس ان هي هتوفر الوقود سعر الوقود، ولكن ايضا هتحافظ على صحتها وهتتفادى الزحمة. باليابان كتير عم يستخدموا كانوا هاي القصة، وكتير عالم بعد ما اليابان استخدمتها كتير في عالم من كتير بلدان حطوها بالجامعات. ايه احنا بجامعتنا كان نفس الشيء، فبالعكس هيك مبادرات كتير حلوة فعلا ومرات مفيدة. بس الناس قاعدة تتخوف انه يصير مثلا من الشباب في الشارع مضايقات للبنت او انواع من انواع التحرش. هل هي من البدايه بيكون شوي غريب؟ ممكن يصير في هيك قصص، بس خلص الواحد لازم يتعود او لازم يعود العالم انه في هيك شيء. طبعا انا نشجعها ولما ننزل لمصر بلكي نجرب. ليش من هون؟ عموما ننتقل الى واقعه فجرت الجدل على مواقع التواصل اللبنانيه خلال اليومين الماضيين، وبات اسم النائب اللبناني نواف الموسوي حديث الساعه بالنسبه للبنانيين.
القصة بدأت قبل سنوات طويلة عندما تعرضت ابنة النائب غدير الموسوي للتعنيف والظلم من قبل زوجها لتطلب الطلاق، وتبدأ بعدها رحلة طويلة في المحاكم من أجل الحصول على حضانة أبنائها. ولكن القصة تفجرت من جديد قبل أيام قليلة عندما اقتحم والدها النائب نواف الموسوي مخفر للشرطة واعتدى على طليقها بعد أن قام الأخير بالاعتداء على غدير وملاحقتها على الأوتوستراد. وعلى مواقع التواصل انقسم اللبنانيون بين من دان تصرف النائب ورفض احتكامه للعنف، وبين من برر الهجوم على صهره لأنه كأي أب من حقه الدفاع عن ابنته الضحية التي لم ينصفها القضاء. وهذا ما قاله تحديدا المخرج والكاتب ناصر الفقيه الذي كتب: لما الأب يشوف حدا عم يعتدي على أولاده، غريزته الإنسانية بتتحرك لحالها. نائب وزير أو رئيس يلي بيمد إيده على لحمي ودمي هكسر له إياها، ونقطة على السطر. أما غسان فكان له رأي آخر وكتب: تضامن البعض مع بلطجة نواف الموسوي وتهجمه على مرفق من مرافق الدولة يذكرنا بالمثل الشهير: الطيور على أشكالها تقع. هذه الواقعة فتحت باب النقاش حول قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. وحول هذا الموضوع كتبت الصحفية إيمان إبراهيم: كنت أتمنى من النائب أن يعمل على سن قوانين مع كتلته النيابية تحمي المرأة كي لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. أتفهم ردة فعله كأب، ولا أتفهم ردة فعله كنائب. وتطرقت الإعلامية رابعة الزيات إلى قوانين الطائفة الشيعية وكتبت: ما حصل مع ابنة نواف الموسوي مرفوض تماما، ويجب محاسبة طليقها. وهنا أنتهز الفرصة للمطالبة بإعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية عند الطائفة الشيعية لأنها مجحفة بحق المرأة. وعلى المزيد حول هذه القضية تنضم إلينا الإعلامية والناشطة الحقوقية رنا نجار. صباح الخير سيدة رنا. يعني بعد أو جاءت تغريدات كثيرة بعد هذه الواقعة، لنبدأ من آخر تغريدة للإعلامية رابعة الزيات: إلى أي مدى قوانين الأحوال الشخصية عند الطائفة الشيعية هي في لبنان فعلا مجحفة بحق المرأة؟ للحقيقة نحن بلبنان عندنا، صباح الخير، عندنا 15 قانون للأحوال الشخصية، وال15 قانون هو مجحف بحق النساء، ولكن الأكثر إجحافا هو قانون الأحوال الشخصية الشيعية اللي هو على الأقل إذا بدنا نقول لا يمنح المرأة حق الطلاق ويحصرها هو كأنه حق للرجل، كأنه هي غير موجودة وكأنها نكرة. هيدا واحد. اثنين، هو الأكثر إجحافا من حيث حضانة الأطفال، لأنه حضانة الأطفال عند الطائفة الشيعية بحسب القانون الشخصي الأحوال الشخصية عندهم هو سنتين للصبي وسبع سنوات للبنت. يعني أنتم بتعرفوا كتير منيح أنه بالسنتين ببلش الولد يكون بحاجة لأمه أكتر، وبسبع سنين. ففي إجحاف، وصراحة من يدخل المحاكم الشرعية غير كتير يعني بيبين عنده قديش في فساد من الكاتب للحاجب لبعض الشيوخ. طبعا ما عم نقول كل الشيوخ، ولكن القضاة. يعني تخيلي انت اليوم ب 2020 ببلد 2019 ببلد يعتبر من أهم البلدان اللي عندهم ديمقراطيات العربية وحريات، ولكن هو أكثر بلد متخلف بقوانين الأحوال الشخصية اللي بترجع كلها لعصور طيب بائدة، يعني ما حدا رنا أبدا يستعملها. فاليوم بالنسبة لقضية يعني قاضي شرعي شيخ بيكون أوقات ما معه بروفي، بيكون ما معه بروفي، هو يحكم في مصيرك ومصير أولادك، وممكن يحرمهم الحياة بمحل ما، لأنه بيعملوا تروما، بيعملوا عقد نفسية، وبيخلي الأم عايشة. ومن هنا نعود لقضية عائلة الموسوي. يعني الرجل نائب في البرلمان، لماذا لم يستخدم قبة البرلمان من أجل تعديل هذه القوانين المجحفة واحتكم للسلاح؟ هل تقول هذه الحادثة أي شيء عن واقع دولة القانون في لبنان؟
نعم بالفعل هي قضية شخصية، ولكن النائب نواف الموسوي اليوم نحن بس بدي أقول شيء، إنه نحن منتعاطف مع أي امرأة زوجها عم يخذ لأولادها وعم يحرمها من حضانتهم، ومع أي امرأة ليس لها الحرية بأنه تختار زوجها على الأقل أو تختار الطلاق. ولكن النائب نواف الموسوي اليوم أو من سنوات قليلة هو كان عم بيكون مع يعني عم بيطالب المنظمات الحقوقية بأنه يرفعوا السقف لحتى يطالبوا بحضانة الأم تنرفع من السنتين على الأقل للصبي لعشر سنين لاتناشر سنة. عم بيطالب بتغيير القانون الأحوال الشخصية الدينية ليكون مدني على الأقل بقصص الطلاق والإرث والزواج. ولكن النائب نفسه ب 2014 وكتلة حزب الله لم توافق ورفضت أنه يكون في تعديل لقانون العنف الأسري وقانون العنف ضد المرأة. وأيضا نحن كلنا بنعرف وتابعنا بشكل جدلي كبير كان مصر على تزويج القاصرات، وهو وتزويج القاصرات اليوم بلبنان ارتفع بنسبة كبيرة بآخر 20 سنة. فيعني إذا بدك اليوم النائب الموسوي عم ينطلق من قضية شخصية لأنه انحرق قلبه على بنته، واليوم ما في بي. يعني انا كان عندي تجربه بقلب المحاكم الشرعيه، كنت عم بعمل بحث، كنت شوف قديش الاباء، اب قاضي بيبكي، اب وزير، اب نايب، كله بيبكي بقلب المحاكم الشرعيه لانه منه قادر يفك النظام. نظام الطائفه بلبنان كثير كبير، يعني نظام ديكتاتوري بمحل، نظام فاسد، نظام بيتحكم فيه اشخاص جهل بمحل ما. طيب يعني هذا يعني ان القوانين كان يجب تعديلها في لبنان، ما هي أبرز القوانين التي يطالب الحقوقيون بتعديلها في لبنان خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة؟ أولا لازم لبنان اليوم يمضي على تعديل قانون العنف الأسري. لازم يكون في عنا قانون يمنع التحرش الجنسي ويعاقب المتحرش حتى التحرش الجنسي بين الزوجين. ثانيا أنه يعطي للمرأة حق الطلاق، هي حرة بحياتها، لازم هي تقرر، مش بس الرجل هو بيقرر أين بده يطلقها أو أين لا. وهيدا في ملاحظة هون أنه في آلاف النساء المنفصلات عن زوجهم وغير مطلقات، يعني زوجة بيبتزة بيقول أنا بتدفعي لي 100 ألف دولار لحتى طلقك، أو بتكتبي لي كل الأملاك، أو بيتركها 20 سنة غير مطلقة لأنها قادرة تعيش حياتها ولا قادرة تكون مع أولادها. ثالثا أنه يكون في قانون أحوال، يعني كلهم قانون أحوال مدنية بتحتكم للقانون وليس للشرع وليس للدين. طبعا هو هيدا موضوع اهم الاشياء، يعني اللي بالارث ان كان بالزواج او بالارث او بالطلاق، موضوع مهم وملف كبير فعلا وسط مطالبات عديده بان تتحول لبنان الى دوله مدنيه. وسنناقش اكيد هذا الملف في لقاءات مقبله. شكرا جزيلا لك الاعلاميه والناشطه الحقوقيه رنا نجار. ننتقل إلى موضوعنا الاجتماعي اللي تكلمنا عليه في بداية هذه الساعة، فكثيرة هي قصص الأمهات بلا أزواج ممن يطلق عليهن في المغرب تسمية أمهات عازبات، ويقدر عدد الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسات الزواج كل عام في المغرب بخمسين ألف طفل وفق مؤسسات حقوقية. تعتبر منطقة سوسة ماسة جنوب المغرب الثانية في نسبة ظاهرة الأمهات العازبات حسب تقديرات لجمعية أم البنين، حيث برزت أول امرأة تبنت الملف قبل 40 عاما في تحدي للأعراف والتقاليد وقيم العار، وقامت بتأسيس جمعيات ومأوى للأمهات العازبات وأطفالهن. بخطى متعبة تحمل ثقل السنين تصل المحجوبة إدبوش يوميا إلى مقر جمعيتها أم البنين لمساعدة الأمهات العازبات وأطفالهن في مدينة أكادير جنوب المغرب. مسار لم يكن سهلا كما تقول، في مجتمع متمسك بمفاهيم العيب والعار والفضيحة والتبرؤ من أطفال يصفهم باللقطاء، لكن المحجوبة وقبل أربعة عقود قررت التحدي والمواجهة كأول امرأة تتلقف جمرة الأمهات العازبات الحارقة كما تصفها في منطقة سوس جنوب المغرب. المشكل الأم العازبة هو راه كاين هو عمودي وأفقي حاليا. الطفل بلاصتو ما كاينش حتى شي بلاصة إلا حدا ميمتو، لهذا نديروا الآليات
باش يمكن لينا نقصوا من هذه الحده، لان ما عندناش شي حاجه اخرى من غير ان نكون واعيين، نكون ديمقراطيين، نعطيو الحقوق للناس. احتضنت المحجوبة خلال مسيرتها حوالي 20,000 أم عازبة، وواجهت ما تصفه بالنفاق الاجتماعي الذي يرفض مواجهة نواقصه، فاهتدت إلى فكرة عقد جلسات صلح بين الفتيات وأهلهن في مركز لإيواء الفتيات الحوامل بدون زواج، تستقبل أسبوعيا عشرات الآباء والإخوة الغاضبين. تقليد الصلح أكسبها قوة للإقناع وتدويب الخلافات، مكنتها من إصلاح ذات بين الآلاف كما تقول. المتى هاد المحاكم راك عرفتوها الطول ومستركة الطول، وكنظن اللي كان الصلح احسن حاجه، والصلح خير كما كيقولوا، وهذا كله كيرجع بفضل الله وفضل المدام محجوبه الصراحه، لان عندها هي تقنيه خاصه وعندها قدره الاقناع. في احتفاظ الام بطفلها حفظ للمجتمع من خطر اختلاط الانساب، وفي عمل المراه حفظ لكرامتها وحمايه لها تقول المحجوبه، لذا تساعد الامهات في الحصول على عمل فيما تراعي اطفالهن في دور الحضانة التابعة للجمعية. ديري اللي درتي ما عمرك غادي تعوضي الأم، لأنه المكانة ديال الأم حاجة بوحدها، واحد الحاجة اللي خلقها الله حتى شي واحد ما يمكن يعوضها. الطفل مسؤولية أب وأم ومجتمع، وإن ولد خارج مؤسسة الزواج هدف الناضلة المحجوبة من أجله في قضية مهملة من الدولة وقوانين لا تتعدى إثبات النسب وإسناد الطفل لأمه ومنحه اسما عائليا ليستطيع الذهاب إلى المدرسة والحصول على أوراق قانونية. هي حرب أعصاب وعقليات تحمل المرأة دائما مسؤولية الحمل بدون زواج، كما تصف المحجوبة رحلة 40 عاما من النضال في قضية تقول إن جهود المجتمع المدني فيها لن تعوض برامج الدولة في التربية الجنسية والتعليم وفي محاربة الفقر والجهل والأمية. فاطمة بوغنبور، الحرة، أكادير، جنوب المغرب. قضية مهمة فعلا، وتعتبر في بعض المجتمعات العربية من التابوهات، ولكن مفيد جدا أن المجتمع المدني يكشف النقاب عنها، يعني فقط من أجل حتى الأطفال والأمهات أكيد أيضا. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد سادو، نائب رئيس جمعية أم البنين، ومعنا أيضا السيدة نجاة السوسي، أم عزباء تعتبرها الجمعية حالة ناجحة لأنها تفوقت وحققت ذاتها، وأيضا يعني تحدت نظرة المجتمع وجعلت من ابنتها بطلة رياضية في كرة القدم النسائية. أهلا بكما معنا على شاشة الحرة، ونبدأ من عندك سيدة نجاة. كيف تعامل المجتمع مع وضعك الاجتماعي، وهل تعتقدين أنك نجحت ولو قليلا في تغيير وجهة نظر المجتمع نحو الأم العزباء؟ والله نظرة المجتمع هي ما ترحم أبدا، بس الحمد لله الحمد لله نظرة المجتمع ما ترحم للعازبة ولا المطلقة، يعني شيء صعب إنك تعيشي في يعني مثل هيك وضع، بس الحمد لله الحمد لله إنه أنا من النوع اللي ما بتهدم بنبرة المجتمع، وتحديت المجتمع يعني اشتغلت عشان أوصل لهدف، هو إنه أنا أربي بنتي وأشوفها يعني أحسن مني. هذا الشيء خليكي ما تاخذي بالك من نبرة المجتمع كيف ما كانت، يمكن هي بتتغير مع مرور الوقت، مع مرور الزمن يعرفوك الناس، يعرفوا اختك، لأن الناس يحكمون عليك بدون ما يعرفوا حتى اختك. صحيح، يعني قصص كثير، يعني كاوية، هناك اغتصاب، هناك تحرش، هناك يعني كثير أشياء، بس لما يعرفون اختك ويعرفوك يمكن يعذروك شوية. الحمد لله. طيب ننتقل إليك دكتور خالد، يبدو أن هذه الجمعية أثبتت نجاح، ما الذي دفعكم لإنشاء هذه الجمعية؟ من أين بدأت هذه الفكرة؟ صباح الخير.
الجمعية جمعية أم البنين تأسست في 7 ماي 2001، يعني تقريبا 20 سنة من العمل في هذا الموضوع الصعب. وكما سبق الذكر، من قبل جمعية أم البنين كان العمل اللي تقوم به جمعية أرض الرجال، وكانت عندنا علاقة بأرض الرجال، وهم اللي كانوا اقترحوا علينا تأسيس هذه الجمعية، لأن كانت أرض الرجال غادي تنسحب تدريجيا من المغرب. هدفها الأول هو كما قيل هو محاربة تخلي الأمهات عن أطفالهم. جمعيتنا لها مكتب مسير مكون من أعضاء متطوعين، لها مربيات، مساعدات اجتماعيات، لها إدارة، لها مأوى، لها كريش، يعني أقسام حضانة اللي كيبقوا فيها الأطفال كل يوم من الصباح إلى المساء لتمكين أمهاتهم من الاشتغال والعمل. نعم، ومن آخر جملة يعني تمكين السيدات، ننتقل إليك سيدة نجاة. يعني نريد أن نعرف منك في ظل كل هذه التحديات كيف تعاملت مع ابنتك وحولتها اليوم إلى بطلة رياضية؟ كيف شرحت لها الوضع؟ هل كنت صريحة معها؟ هل حكيتي لها التفاصيل؟ يعني ممكن في واجد قاعدين يتفرجوا علينا حابين يستفيدوا من تجربتك. أيوة نعم، والله كان البنت كانت دائما تسأل يا أمي أنت ولدتني كيف؟ يعني نعم ما أرد عليها لين لما كبرت شوي، يعني وأخذتها وقعدنا أنا وياها وقلت لها شوف يا بنت، أنا اللي صار معي كذا وكذا وكذا. أوكي، سكتت يعني شوي. وبعدين كم كان عمرها؟ يعني كان تقريبا 10 سنوات كذا، كانت بالابتدائي. شرحت لها الوضع وحكيت لها وانا كنت صغيره ويعني وتحرك فيا وكذا واغتصبني، وسكتت شوي وقالت ابن الحرام يا امي. من يومها ما عادت سالت ابدا، يعني صارت تحن، يعني تحن على امها اكثر. موفقة نجاة، والله يخلي لك بنتك يا رب. شكرا لكما على هذه المداخلة، الدكتور خالد سادو نائب رئيس جمعية أم البنين والأم العزباء نجاة السوسي، شكرا لكما. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم، يومكم سعيد، وما تنسوش ترسلونا بآرائكم على كل مواقع البرنامج.